من السويق ينضم معي مجددا محمود تبوك. إليك محمود مجددا وإلى ضيفك الكريم. شكرا بيان. أكيد ما زلنا في السويق، أسواق الليلة في هذه الأيام تعيش في وقت صعيب ووقت صعب جدا. هنا زرنا اليوم كثير بيان من المناطق التي زرناها هنا في ولاية السويق كالحجيرة والغليل وأيضا بداية، وزرنا الخضرة، مناظر لا تسر من يحب هذه الأرض الطيبة. والمواطنين هنا طبعا يشتكون من أشياء كثيرة ويطلبون أشياء، خدمات كثيرة، لكن عادت بعض الخدمات التي هي ربما تكون من الطرق، وعادت أيضا اتصالات في أجزاء بسيطة هنا في بعض المواقع أو بعض المناطق، لكن تبقت أيضا الطرق الداخلية، هناك خدمات تقدم بشكل كبير، وما زالت الأمور تعود بشكل تدريجي. وإن شاء الله بإذن الله تعالى الأيام القادمة والساعات القادمة أكيد راح يكون هناك فتح أكثر من الطرق. في هذه اللحظات يسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم المهندس سليمان بن حمد السنيدي، مدير عام بلدية شمال الباطنة. أول شيء في بداية مساء الخير وحياك الله ومرحبا بك. الخدمات والعمل متواصل على مدار الساعة لإعادة الحياة كما كانت، وتواجهون أكيد صعوبة، قطع الكهرباء أيضا راح يؤثر، قطع الاتصالات، عملية التواصل أيضا مع بعض الفرق التي تتواجد في مختلف المناطق، هذه كلها عوامل راح تكون مؤثرة أيضا لعملكم وسرعة إنجاز الأعمال. يسعد الله مساءك بالخير أستاذ محمود ومساء الأخوة المشاهدين لهذا البرنامج، وندعو الله التوفيق إن شاء الله في تحقيق الأهداف ويرجع الولايات المتضررة إلى ما كانت عليه من خدمات أساسية يستحقها أهالينا في الولايات المتضررة. مهندس سليمان، طبعا ولايتي الخابوره والسويق هي اكثر تضررا عن مختلف الولايات الاخرى، صحم هناك اجزاء من صحم ولكن راح بشكل ربما ليس كما هو موجود هنا، او الاضرار في ولايه السويق والخابوره. نعم، بحكم ان الاعصار مر ما بين ولايتي المصنعه والسويق، فان الاضرار يعني تركزت على ولايتي السويق والخابوره وجزء يعني ثلث من ولايه صحم. في أضرار كبيرة مثل ما شفتوا وشوف المشاهدين لحجم الأضرار التي يعني أصابت. أيوة خلاص تم إن شاء الله. في مساكن مواطنين التي حصلتهم المياه يعني والأودية، وبالإضافة إلى الرياح اللي هي اللي كانت في هذه الحالة المدارية. عملية أو تصريف المياه أو شفط المياه في هذه المناطق لإعادة بعض الحياة فيها ربما تكون هي ما زالت الاعمال مستمره، لكن ليست بالشكل المطلوب الذي يتمناه المواطن. المواطن يطلب الكثير اكيد لا خلاف على ذلك، والله لكن عمليه ليست هي، نتمنى هناك يكون وقت محدد او بعض المناطق يتم تحديد وقت لها ليتم الانتهاء من بعض الجزئيات او في بعض هذه المناطق. جزاك الله خير استاذ محمود. واهالينا في ولايتي السويق والخابوره يشاهدون الاعمال التي تقوم بها البلديه خلال هذه خلال هذه الفتره، وهم على مدار يعني مستمرين على بالجهود وتكثيف العمل والاستعانه بجميع من يساندنا، لان تعرف ايش كميات مياه يعني وديان وادي يدخل منطقه يعني مهما شفط. الان في بعض المناطق قطعنا الطرق على اساس اذا كان هناك يعني الاعاقه الطريق، لكن المشكله الان لحن فيها لان عندنا في الواجهه البحريه مشكله منطقه طينيه، لو كان فيها يعني نقدر ان المنطقه صلبه كان نعمل قنوات يعني تصريف قنوات تصريف نشتغل فيها، لكن حاولنا نجيب يعني معدات على اساس عمليه تصريف لكنها راحت تحت يعني شاهدنا بعض المعدات في بعض المواقع. منطقة الحجيرة اليوم كنا بها أيضا ربما عملية المعدات لم تصلها إلى هذه اللحظة. طبعا أستاذ محمود جزاك الله خير، أنت تعرف حجم الولاية المناطق المتضررة عندنا هنا في ولاية السويق والخابورة. بداية نفس الشيء. البداية طبعا يمكن هي في النص، البداية في النص يعني بين الخابورة وبين السويق، وكمية قزارة الأمطار اللي هطلت واللي جرت من الأودية ودخلت في منطقة يعني البداية أثرت كثير.
كثير، لان المصبات هذه الاوديه يعني جايب حاكم كبير يعني، وصبت كلها في نفس المسار ونفس المنطقه الموجوده هناك، واثرت يعني تاثير سلبي يعني، الشوارع مقطوعه يعني، راحت البنيه التحتيه للطرق، بالاضافه الى انجراف التربه من تحت. انا شاهدت زرت المغرب منطقه الحقيره وشفت الضرر الموجود هناك، وعدت الاهالي، حصلت الاهالي يعني نوع من الزعل معاهم، وعدناهم لبكره الصباح نكون معاهم ان شاء الله في 6 الصبح. العمل كبير عليكم بمعداتكم باعتادكم، ايضا جانب قوات السلطه المسلحه، العمل ايضا في اسناد ايضا كبلديات على مستوى السلطنه. اليوم ولايه الخابوره وولايه السويق محتاجه اسناد من كل مختلف بلديات محافظات اللي في موجوده في كل محافظه. طبعا وصلت لنا اسناد من بلديه البريمي وبلديه شمال الشرقيه، ونتمنى ان شاء الله احدى بلديات اخرى بكره تكون يعني قادمه، وحتى يعني في اسناد من بلديه ظفار انهم يكونوا معنا ومساندين عندنا، خاصه في مجال التصريف يعني مضخات المياه، لان هي مضخات المياه ما تحصل يعني بكميات على كم عدد. خلينا نتكلم عن الاعداد الارقام، ربما قد تصل رسالتنا، كنت بحاجه نعجل بالاعداد هذه، كم عدات التصريف هي المضخات الكبيره الان عندنا؟ وصلت لنا 5 مضخات كبيره هنا في ولايه السويق، بالاضافه الى مضخات صغيره. هي لا تكفي ولا يكفي اننا نعمل مسارات، لكن ان شاء الله، لكن سبحان الله اليوم يعني مقارنه بين امس واليوم ان حصلنا مستوى الماء منخفض نتيجة يعني تصريف المياه في بعض مثلا عندك منطقة الخضراء ومنطقة الغليل، حصلناها يعني أمس، كانت يعني في زيارة سعادة المحافظ أمس زارها واليوم زارها، وحصل يعني اليوم المنطقة يعني منخفض مستوى الماء، إلا أن يعني أنت تعرف التربة الطينية، يعني التربة الطينية لها تأثير. الآن احنا مستعدين نرسل المعدات هناك ونعمل كبس، لكن كمية الردميات وكمية وصول السيارات يعني خليها على جانب الردميات، الردميات اللي تأخذ طبعا من الشوارع الرئيسية، لماذا لا يتم الاستفادة منها في بعض المناطق؟ جاري العمل فيها يعني، مثلا الحين لو شفت منطقة الحجيرة بكرة بنستغل نفس الردميات اللي محصلينها في الطريق الرئيسي بنكبس فيها في هذه المنطقة. نحاول مشكلة مثل ما قلت لك منطقة طينية هي اللي تسببنا. أنت يمكن شاهدت أكثر من معدة هي يعني متأثرة يعني بالمنطقة الطينية، يعني تؤثر سلبا يعني، وانت تعرف منطقه يعني منطقه وحل، منطقه على البحر يعني. لذلك يعني ما تكون ستاند للمعدات، المعدات حجم ثقيل، لذلك تؤثر يعني. لكن احنا ان شاء الله على خطتنا ان شاء الله برد الله سبحانه وتعالى نحاول يعني ركزنا على المناطق السكنيه نخلص فيها، وطبعا الاسناد من قوات السلطان المسلح جزاهم الله خير يعني عاملين جهد كبير ومساندين لنا جزاهم الله خير، وان شاء الله نتعاون احنا وياهم كفريق واحد. الخطط القادمه في الايام القادمه من ليله الى الغد الى بعد الغد، شوف احنا اليوم كنا في تحسن عندنا يعني في التواصل الاتصال، يعني نتيجه اليوم اعمالنا اليوم افضل من امس، امس كان الاتصال ما موجود معنا، لذلك يعني حجم التواصل شويه كان اثر في عمليه الانتاجيه، اليوم افضل ان شاء الله بكره حتى من المساء يعني حتى الصباح الباكر يعني تحقق نتيجه انك تفتح جميع الطرق اللي هي الموجوده معنا يعني. فاحنا نتكلم، انت شفت مركز المدينه، لكن عندنا مناطق قبليه بعد زالت مقطوعه الان اكثر في خلال التواصل فتره المساء. شيل المناطق، ما هي المناطق المتاثره الى هذه اللحظات لم تعود اليها لا طرق ولا بعض الخدمات اللي هي خدمات اساسيه، ربما حتى بعض الاتصالات من خلال متابعتكم لها؟ طبعا عندنا وادي الحواسنة، وادي الغيزين، منطقة الغيزين، ما عندنا الصرمي، عندنا وادي الغنوت، المناطق القبلية ما زالت يعني مقطوعة. هل استطعتم التواصل معهم؟ ترى احنا عند يعني اللجنة الوطنية لحالة الإدارة الحالات الطارئة يعني الفرعية جالسة تعمل بين يعني كقطاع خدمات البلديات والنقل والاتصالات وقوات السلطان المسلحة على أساس أن توصيل الخدمات. الان اليوم فيه شركات عملت على اساس بالتنسيق ما بيننا وبين نقل الاتصالات على اساس فتح تلك الطرق، وما زالت المعدات اليوم واصله للمناطق الجبليه، وان شاء الله بكره يكون حققنا نسبه معينه في عمليه فتح تلك الطرق. حركه السير في هذه الايام غطت عليكم او
عملت ازدحام في بعض فعلا الآن الخدمات اللي تقدمونها. لما تزور منطقة من منطقة وتحصل خاصة مثل ما شفت عند الغليل في البداية، هو عامل لك القطع الكبير اللي ساير هناك في هذيك المنطقة، سبب ربك وحركة أو حركة السيارات والزحمة الموجودة، تعطل بعض الخدمات اللي ربما تصل لمنطقة أخرى. ليه يعني ليش ما نعمل مثلا، نحن في موجودين في منطقة كبلدية التعاون مع شرطة عمان السلطانية، الكل قائم بدوره، قطع بعض الطرقات اللي هي حتى تعود بعض الخدمات الأساسية، يعني العودة إلى الخطوط السريعة أو الطرق السريعة، الطريق الباطن السريع. والله هو أول يوم كان الطريق السريع هو اليوم هو أصبح الكل العادي للخط اللي هو المعتاد بعد ما فتح هو اللي وصل، يعني هو اللي يعني لولا الطريق السريع كان ما حصلنا الإمدادات. جميل. لماذا لا يعني ربما يتم إيقاف بعض الطرقات لكي تعملون؟ اشوف اليوم انا بعض المعدات صعب انها توصل الى منطقه، صارت تزعم اخذت 3 ساعات لتوصل الى منطقه معينه. يعني لو انت استطعتم غلق بعض الطرقات بالتعاون مع شرطه عمان السلطانيه اتوقع انجاز. التواصل هم لما يشوفوا معدات يعني حاولوا جزاهم الله خير يعني فتحوا، لكن الحجم التوزيع يعني كبير، لكن خلال الايام القادمه ان شاء الله لا سوف يكون القطاع الخاص، القطاع الخاص مساهم. عندنا غرفه التجاره وصناعه عمان يعني موجوده. هل في شركات حقيقيه على ارض الواقع بمعداتها بعتادها بموظفيها على في الميدان بالتعاون مع البلديه؟ موجود بعض الشركات. كم شركة نقدر نحصل عدد 3-4 شركات موجودة؟ يمكن عندنا 5 شركات 6 شركات موجودة، معداتها عدد كبير وعندها معدات. يعني احدى الشركات 8 تيبر سيارة شاحنة، 8 شاحنات، وإحدى الشركات 4 بلدوزر و2 هناك تعاون جريدر. هناك تعاون إذن؟ هناك تعاون، لكن التعاون يعني موجود لكن يحتاج يتأخر شوية للوصول. احنا مستعجلين على أساس أنه ايش نوصل للمواطنين في أسرع وقت ممكن، لكن تعيقك بعض. كان الله في عونك وعون الجميع وعون العمل، هو طبعا راح يكون متواصل حتى إعادة الحياة كما كانت بإذن الله تعالى، ودوركم أكيد تشكرون عليه، وهذا واجبكم وواجبنا في كل قطاعات الدولة. واجبنا طبعا، واجبنا وفوق أكبر من واجبنا أن نخدم أهلنا في أكيد الولايات المتضررة، ومثل ما نشوفهم يعني قابلناهم أكيد وشفنا أكيد فيهم أكيد يعني أكيد. شكرا لك، ونحاول قدر المستطاع. كل التوفيق لك يعني إن شاء الله. كل التوفيق. شكرا لك المهندس سليمان بن حمد السنيدي مدير عام بلدية شمال الباطن، شكرا جزيلا لك. الله يجزيك. إذا المشاهدين الكرام، كان الحوار طبعا عن الخدمات المقدمة هنا في محافظة شمال الباطن، بالذات ولاية السويق وولاية الخبر، وإعادة بعض الخدمات الأساسية التي تحتاجها طبعا هذه المناطق هنا في هذه الولايات. العودة راح تكون، وعلينا بالصبر، علينا أيضا التحمل والتعاون مع الجهات الحكومية، والتعاون أيضا مع الفرق الوطنية الموجودة التي تعمل على مدار الساعة لإعادة الحياة كما كانت. إليك بيان. الله يخليك. عمان هي الغاية دائما محمود في كل ما نقدم عليه وكل ما نسعى إلى تحقيقه. الليلة أيضا نشاهد هذا التلاحم من خلال صور متعددة في الولايات الأكثر تأثرا لمصنع السويق والخابورة. بعد هذا التقرير نستمر بإذن الله، ابقوا معنا.